أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آيات الذين يخافون العذاب الأليم. وفي موسى إذا صلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر مجنون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذا صلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء إن أسأله إلا كانته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين بعثوا عن ربهم ما أخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوم فاسقين. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ولكل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فافروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما من رسول إلا قالوا ساحر ومجنون. أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فتولى عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستجيبون. فويل للذين كفروا بيومهم الذي يوعدون. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور والكتاب المسطور في رق المنشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. يوم تمور السماء أمر وتسير الجبال سيرا. فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصبروا أبصروا أو لا تبصروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان لألحقنا
أعمالهم وما ألقاهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بالفاكهة والحب مما يشتهون يتنازعون فيها تسلى لهم فيها ولا تأتين ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بقية سائلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشرقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم فاذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقولا بل لا يؤمنون بل يأتوا بحديث منه إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء إنهم خالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم إذا خزائن ربك أم هم المصدرون سلم يستمعون فيه بل يأتي مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجربهم من مغرب مثقلون أم إذا هم الغيب وهم يكتبون أم يريدون كيدا الذين كفروا هم المبيدون لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون غير باسم السماء صاحب يقول سحاب مركون فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يسحقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون الذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون وسبحهم بربك وإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة استوى وهو من أفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى بآيات ربي الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوي الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى
يسبوا الملائكة تسمية نتار وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فهل أمن تولى عن ذكرنا ولم يريد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض رزق الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللبن إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم من الأرض وإلى السماء أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم لمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأهدى عنده علم الغيب فهو يرى أم لم يعلم بما في صحف موسى وإبراهيم الذي يوم يحسب السبيل تزيع الناس كأنهم
يجد الآن المتكير كتاب ثمود من نذور فقالوا أبصر منا واحدا نتبعه إنا إلا في ضلال وسعور أو الذكر عليه من بيننا بل هو كتاب نشير سيعلمون غدا من كتاب نشير إنا مرسل ناقة جدت لهم فقالهم الصغير ونبئهم أن الماء قصة بينهم كل شر محتضر فلا لصاحبه فتعاطى فأقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أصلنا عليهم صحة واحدة فكانوا كهشيم محتضر ولقد استنى القرآن كذلك الزين الشكر ولقد ذرهم بشتنا فسماه بنذر ولقد راودوه عن نبيه فطمسنا أيناهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد سبهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد استنى القرآن لذكر أهل المدكر ولقد جاء لآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر الكفار خير من أولئكم أم لكم براءة بالزبر أم يقولون نحن جميع مقتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح البصر ولقد أهلكنا أشياءكم أهل المدبر وكل شيء فعلوه بالزبر وكل صغير وكبير مستقر إن المتقين في جنات ونهر في بحر السر عند مليك مقتدر صدق الله.